بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزتنا طلبة المرحلة الثانية في كلية العلوم. وهذه مجموعة تمارين اللي تخص قاعدة السلسلة. بالجروب الأول من التمارين Use appropriate form، استعمل صيغة مناسبة of the chain rule للchain rule to find dz by dt. التمرين الأول 3x تربيع y أس 3 والx يساوي t أس 4 y تساوي t تربيع، والمطلوب هو dz، هذه z طبعا، هذه z تساوي، المطلوب هو dz by dt. فبالبداية دائما بالبداية نكتب القانون وبعدين نعوض به. فالصيغة المناسبة هي partial z by partial x في dx by dt على partial z by partial y في dy by dt. وطبعا نلاحظ انه استخدام الرموز، الرمز هذا ال d بالصورة الاعتيادية عندما تكون الدالة one variable، لاحظ ال y هنا one variable تعتمد فقط على ال t، لذلك كتبنا ال d هذه. اما الرمز هذا فنكتبه امام الدالة اللي هي multi variable، فالz مثل ما نلاحظ multi variable تعتمد على ال x وال y، فالترميز هذا ايضا شوي نكون حذرين به. ويبقى علينا فقط نعوض بالقانون partial z by partial x، نشتق هذه الz بالنسبة إلى x، عدد كتابتها في الصورة أوضح، الz تساوي 3x تربيع، فإذا نشتق بالنسبة إلى x راح يكون الy ثابت، وكذلك طبعا 3 ثابت، فراح يصير 2 في 3 6x y أس 3. هذه الفقرة الأولى، هذه الفقرة الأولى من القانون. نجي للفقرة الثانية اللي هي هذه اللي بعدها، هذه اللي هي نشتق الاكس بالنسبة للt، هذا الاكس نشتقه بالنسبة للt، ومثل ما نعرف هذا راح يكون 4t أس 3. هذا الجزء الأول بالقانون. الجزء الثاني زائد partial z بالنسبة لy، هاي z نشتقها بالنسبة إلى y، فراح يصير 9x تربيع، 9x تربيع y تربيع، ونشتق بعدين الy بالنسبة إلى t، هاي y نشتقها بالنسبة إلى t، فراح يصير 2 في t، 2 في t، نخلي أقواس وما نخلي عملية الضرب هي، وبعدين نرتب الحل، وأيضا نعوض قيم x و y بقيمها اللي موجودة هنا، فهنا 6 في 4، 24، 24، وهنا عندنا x اللي هو t للأس 4، وهنا عندنا y أس 3، والy هو t تربيع، فتي تربيع إذا نرفعها للأس 3 راح يصير تي أس 6، وهنا عندنا تي أس 3 وهذا زائد، والحد الجبر الآخر أيضا نعمل بنفس الطريقة، بعدين نجي نضرب هذه تي أس 4 في تي أس 6 في تي أس 3، هذا 24، ونضرب طبعا نجمع الأسس، 24 تي أس 13 زائد هنا 18، وأيضا عند ضرب نجمع الأسس هنا 12، أيضا تي أس 13، وما دام حدود جبرية متشابهة فإن حق نجمع ال 24 مع ال 18 ويطلع لنا الناتج هذا النهائي. وبقية التمارين أيضا تجربون بها نفس الطريقة. المجموعة اللي بعدها نلاحظ أن الفرق بين هذه المجموعة والمجموعة السابقة أنه هنا Z هي multi variables، وكذلك ال X وال Y أيضا multi variables، لذلك نستخدم الرموز هذه فقط، ما نستخدم هذا الرمز. هذا هو السؤال، ونكتب أولا، نكتب صيغة القانون مال قاعدة السلسلة المناسب لهذا السؤال. طبعا نطلب الأول partial z by partial u، وهي الصيغة المناسبة إلى partial z by partial x، partial x by partial u، زائد partial z by partial y، partial y by partial u أيضا. وطبعا نلاحظ أنه دائما استخدمنا الرمز هذا لأنه ما عندي، لأنه جميع الدوال هنا هي دوال multi variables. نجي نعوض بالقانون partial z by partial x، هاي z نشتقها بالنسبة إلى x، فساين y هنا يعتبر ثابت، ومشتقة الكوساين هي ناقص ساين، ناقص ساين x، وطبعا دي ثيتا، مشتقة ثيتا مشتقة ال x هي واحد، فتبقى مثل ما هي، في هذه ساين y نزلناها، في هذا الكلام partial z by partial x، هسه partial x by partial u، نشتق ال x هذا بالنسبة لل u فمشتقتها واحد، زاد partial z by partial y، نروح لل z هذا نشتقها بالنسبة إلى y، فكوساين ال x يصير ثابت، ومشتقة الساين هي كوساين،
إذن راح يصير عندي كوساين إكس كوساين واي، كوساين إكس كوساين واي، بعدين مشتقة الواي بالنسبة ليو، هاي الواي نشتقها بالنسبة إلى اليو، فصير 2 يو، 2 يو زائد 0 2 يو. نجي نرتب هاي الحدود الجبرية، السؤال تقريبا انتهى. خلي نجيب الموجب اللي قدام، فاثنين يو كوساين اكس كوساين واي ناقص، هذا جبت السهالة بعدين، ساين اكس ساين واي. والخطوة الأخيرة نجي نعوض بشكو قيمة اكس نخلي مكانها ما يساويها، وشكو قيمة واي نخلي مكانها ما يساويها، وينتهي هذا الجزء من الحل. طبعا الطوب الآخر بارشل زد بارشل زد باي بارشل في، وأيضا نشوف لها قانون مناسب بنفس الطريقة، وبارشل زد باي بارشل واي في بارشل واي باي بارشل في، وأيضا نجي نعوض، وما أعتقد أكون صعوبة على الطالب في حل هذا تكملة هذا التمرين. وكذلك بقية التمارين 17 18 19 20 21. شوية إذا الطالب يتمرن ويحل يعني هذه المواضيع شوية يصير عنده مهارة وسرعة، وتفيده هاي السرعة في الحفاظ على وقت الامتحان. السؤال بعد لت F be a differentiable function، نفرض ال F هي دالة قابلة للاشتقاق أو one variable، لاحظ ال F هنا أنا one variable، let W تساوي F of U، إذن ال W هي دالة إلى دالة نفس الاف لكن نطبقها على متغير اخر هو اليو، واليو معرف هنا أنا. يعني ايضا صار عندي شنو؟ صار عندي تركيب دوال، ودائما اذا تركيب دوال فقاعدة السلسلة هي الحل. لو طالب علاقة اثبت انه هذا الطرف يساوي هذا الطرف، فنجي نطبق نجري عملية الجمع، يعني نطلع هاي المشتقة وهاي المشتقة وهاي المشتقة ونجمعهم، المفروض يطلع هذا الطرف الاخر. خلينا نجرب الكلام هذا. إذا تمرين 53 ال W تساوي F of U وال U تساوي X زائد 2Y زائد 3Z. نجي نطبق قاعدة السلسلة. طبعا المطلوب من عندي partial W by partial X و partial W by partial Y و partial W by partial Z. ونجي طبعا partial W by partial U، احنا ما عندنا فكرة عن الدالة F غير معرفة، لذلك تنزل هذه partial U. اما U بالنسبة للX فموجودة عندنا وقيمتها نشتق بالنسبة نشتق، يعني هاي ال U بالنسبة الى X، هذا هسه احنا نشتغل على هذا الجزء partial U by partial X، فنشتق بالنسبة للX وقيمة المشتقة تساوي 1 لانه هذا ثابت وهذا ثابت فيروحون، إذن هذا يساوي partial u partial عفو w by partial u، خلنا نسميها هذه رقم واحد، العلاقة رقم واحد. وعندنا partial w by partial y يساوي بنفس الطريقة partial w by partial u في partial u في على partial y، وتساوي أيضا نجي للبارشل دبليو بالنسبة لليو ما عندنا فكرة عنها، فتنزل بارشل دبليو باي بارشل يو، وأما بارشل يو بالنسبة للواي هاي اليو نشتقها بالنسبة للواي، فقيمة المشتقة مالتها تساوي 2 وتساوي نرتب هاي تساوي 2 بارشل دبليو باي بارشل يو، وخلنا نسمي هذا الجزء نسميها 2. وبقت عندنا بارشل دبليو باي بارشل زد يساوي بارشل دبليو باي بارشل يو في بارشل يو على بارشل زد، وبنفس الكلام بارشل دبليو باي بارشل يو في بارشل يو بالنسبة للزد، ومشتقتها هذه تساوي 3 وتساوي 3 في بارشل دبليو باي بارشل يو، وهذا هو الجزء الثالث. ومن جمع الجزء الأول مع الجزء الثاني مع الجزء الثالث نستنتج أن العلاقة اللي رأيتها هو العلاقة اللي رأيتها هو هذه تكون صعبة. خلنا نتأكد، الأولى هي مثلناها بعلاقة رقم واحد فقيمتها partial w by partial u،
زائد الثانية مثلناها بعلاقة رقم 2 زائد 2 partial w by partial u، والثالثة هذه مثلناها بالعلاقة رقم 3 زائد 3 partial w by partial u. ولاحظ هاي حدود جبرية متشابهة، هاي معاملها واحد، هاي معاملها اثنين، هاي معاملها ثلاثة، فحاصل الجمع 1 زائد 2 3 زائد 3 تساوي 6 partial w by partial u، وهو المطلوب. وهو المطلوب في السؤال. سؤال 54 بنفس الطريقة، لكن مكان ما عندنا هنا القيمة partial w by partial x حطينا عليها تربيع، وهنا أنا حسب العلاقة هنا أنا جاي يقول تطلع المفروض هاي أيضا جربوا لنا إياها. سؤال 55، z تساوي f of x ناقص y y ناقص x، show that هذه العلاقة متحققة. والسؤال 56 بنفس الطريقة بالضبط، نفس ال 55، لكن هنا أنا عندي 3 variables، فراح أحل لكم 56 اللي هي أسهل من اللي هي أصعب من ال 55، وتبقى عليكم ال 55. احنا لسورة الحل راح نفرض انه x ناقص y تساوي مثلا فد u، و y ناقص z نفرضها فد v، و z ناقص x خل نفرضها، العفو خل نفرضها فد m مثلا، نفرضها لغرض سهولة الكتابة. اذا حسب الكلام هذا راح تكون عندي w هي f الى u و v و m. وطبعا نطبق نفس الكلام بالضبط اللي مر علينا، صار نفس السؤال الماضي اللي حليناه، ونشوف الحل شلون راح يصير. نطبق يعني قاعدة السلسلة، تركيب دوال يعني قاعدة السلسلة. طبعا هنا نلاحظ انه الدوال مالتي فاريبلز، كلها مالتي فاريبلز سواء كانت ال W او ال U، لذلك استخدمنا هاي الرمز هذا. واعتقد هنا بالتمرين السابق اكو عندنا خطأ، وهو انه هذه المفروض نحولها الى هذا الرمز، المفروض الكل يعني اذا يتحولن خلنا احولها لكم. فهذا الرمز دي، مو هذا دي، ليش؟ لانه اليو بالنسبة للاكس هي one variable، لذلك هذا ايضا دي، وهذا دي، وهذا ايضا. نصلح هذا الخطأ الابدائي حتى الحل مالتنا مضبوط. نرجع لهنا، وهنا نلاحظ انه لازم نستخدم الرمز هذا الاخر. اذا partial w by partial x يساوي partial w by partial u، ليش؟ لان w تعتمد على اليو، فنطبق على السلسلة في du by dx زائد partial w by partial v. لاحظ لانه multi variables، فلذلك نطبق القانون بالنسبة لليو، وبعدين بالنسبة للفي، بعدين بالنسبة الى الام، ونجي نطبق الكلام هذا. فراح يكون عندي كالآتي، الجزء الأول هو partial w by partial u، وبما أنه ما عندي فكرة عن الدالة هذه f، إذن هذه تنزل مثل ما هي. و partial u by partial x نروح لليو، نشتقها بالنسبة للx، ومشتقتها واحد، هذه واحد، وهذا زائد partial w بالنسبة للv، أيضا ما عندي فكرة عنها، partial w by partial v، فتنزل partial v by partial x، هاي v نشتقها بالنسبة للx قيمتها صفر، مشتقة هذه تساوي صفر لأنه ما بيها x، الv ما بيها x، زائدا partial w by partial m تنزل، و partial m بالنسبة للx هاي الm إذا نشتقها بالنسبة للx تصير ناقص واحد. ونرتب هذه الحلول، بقى عندي هذه partial w by partial u ناقص partial w by partial m، وهذه هي العلاقة رقم واحد. هسا نشتق partial w، نجد partial w بالنسبة إلى الواي، أيضا نطبق نفس القاعدة لكن هالمرة الواي، ونجي نعوض بالقيم اللي عندي، partial w by partial u تنزل، ما عندي فكرة عنها، و my partial u partial u بالنسبة للواي، هاي اليو نشتقها بالنسبة للواي، فمشتقتها هي ناقص واحد، زائد partial w by partial v تنزل، w partial v زائد partial v بالنسبة للواي، هاي الفي نشتقها بالنسبة للواي، مشتقتها يساوي واحد، وزائدا الحد الأخير partial w by partial m، في partial m بالنسبة للواي، هاي الام نشتقها بالنسبة للواي، مشتقتها صفر لأن ما يوجد بها واي،
فتعتبر مشتقة الثابت صفر. وهي نرتبها، نخلي هذا بالبداية الموجب، أو خلي مثل ما هو، يلا partial w by partial u زائد partial w by partial v، وهذه هي العلاقة رقم 2. علاقة رقم 3 بنفس الطريقة راح نجد partial w by partial z بنفس القانون أيضا، نفس الطريقة. وهذا القانون كتبته، وأجي أعوض أيضا نفس الطريقة، راح يكون عندي partial w باي بارشال يو تنزل، لأن ما عندي أي فكرة. بارشال يو بالنسبة للزت، أرجع لليو، هذا اليو أشتقها بالنسبة للزت، ومشتقتها راح تكون صفر، هذا في صفر. بعد زائد بارشال دبليو باي بارشال في، وبارشال في بالنسبة للزت، هذا الفي نشتقها بالنسبة، مشتقتها ناقص واحد، ناقص واحد. وزائد بارشال دبليو باي بارشال ام، ومشتقة البارشل ام باي بارشل زد، هذا الام نشتقها بالنسبة للزد تصير واحد. ونرتب الحل، هذه تساوي هاي الصفر تروح، وهي ناقصة بارشل دبليو باي بارشل في زائد بارشل دبليو باي بارشل ام، وهذه اسميها علاقة رقم 3. لاحظ انه المطلوب بالسؤال انه حاصل جمع، يريد من عندي حاصل جمع بارشل دبليو باي بارشل اكس اللي طلع قيمة معادلة تظهرت في معادلة رقم واحد، وبارشل دبليو باي بارشل واي، وبارشل دبليو المفروض باي بارشل زد المفروض قيمتهم تساوي صفر. فخلي نشوف، والله نشوف، والله بارشل دبليو باي بارشل اكس زائد بارشل دبليو باي بارشل واي زائد بارشل دبليو باي بارشل زد تساوي، خلينا نشوف بارشل دبليو باي بارشل اكس اللي هي انطيناها معادلة رقم واحد، بارشل دبليو باي بارشل يو ناقص بارشل دبليو باي بارشل ام. خليك اكتبها هنا بداية السطر حتى يكفي السطر، زائد بارشل دبليو باي بارشل واي، شوف هل لقيناها بعلاقة رقم اثنين، هياها يساوي، يعني هنا راح يصير ناقص، هاي مو زائد، ناقص بارشل دبليو باي بارشل يو، بارشل دبليو باي بارشل يو، وزائد بارشل دبليو باي بارشل في، واخيرا زائد بارشل دبليو باي بارشل زد، لقيناها بالعلاقة الاخيرة، تصير هذه ناقص، ناقص بارشل دبليو باي بارشل في، زائد بارشل دبليو باي بارشل ام، نشوف الحدود الجبرية المتشابهة. هذه تساوي، طبعا هذه تروح ويا هذه، بس واحدة بالسالب واحدة بالموجب، بارشل دبليو باي بارشل ام ويا هذه، وهذه تروح ويا هذه، والناتج يساوي صفر، وهو المطلوب. المجموعة اللي بعدها use theorem كذا to find، احنا صراحة theorem هاي ما استخدمناها، على كل هي تصير implicit derivative، مشتق اشتقاق ضمني، يعني امبلس ديفرشيشن، ونقدر نستخدمه مثل ما تعلمناه بالضبط بالإعدادية حتى لو نحل لنا واحدة من عندهم. خلي الحل اللي هي 41 والبقية أيضا نفس الشيء بالضبط. طلعت ترتيب الأسئلة بالملزمة مو شرط يكون صحيح، وذكرنا أنه هذه الملزمة أخذناها من كتاب، أعطيناكم اسم الكتاب، ولذلك أحيانا نقدم بعض الأسئلة على بعض الأخرى فيصير ترتيبها مو صحيح، لكن إحنا مجرد للدلالة عليها. إذن هذا نحاول نشتق، هذا اشتقاق ضمني مثل ما هو طلب من عندنا. وتعرفون الاشتقاق الضمني طبعا هنا نتعامل مع الأكس والواي اثنيناتهم على أنهم دوال، وليس واحد ثابت والثاني لا، اشتقاق ضمني. وذكرنا أنه الاشتقاق الضمني خاص بمن؟ خاص بالمعادلات، هذا الشيء ما دام أكو يساوي هنا. إذن هذا الشيء اللي قدامي أسميها معادلة، هذه اسمها معادلة. إذا هنا راح يصير عندي حاصل ضرب دالتين، هذه راح يصير حاصل ضرب دالتين، مو الأول ثابت للثاني، فأثبت الأول x تربيع وأشتق ال y تربيع اللي هو مشتقته 2 y في y برايم، أو dy by dx في dy by dx. طبعا هذا أيضا ال x من اشتق هسه نثبت ال y
نثبت الثاني ونشتق الأول، فيصير عندي واي أس 3 ثابتة، واشتق ال 2 إكس، مشتقات ال 2 إكس، مشتقات الأفعال إكس تربيع هي 2 إكس، في دي إكس باي دي إكس، أكو هنا أيضا ما دام جاي نشتق باي إكس، دي إكس باي دي إكس حسب قاعدة السلسلة، لكن هذا يروح ما بي يعني هذه تختصر مع هذه فتروح يبقى هذا. فأكثر الطلاب يعني يشير إلى أنه من يشتق الواي يحط واي إبراهيم، لكن من يشتق الإكس ما يحط إكس إبراهيم، والنتيجة واحدة طبعا. وكوساين الواي مشتقة هنا نشتقها، مشتقة الكوساين هي ناقص ساين، ناقص ساين واي، وبما أنه إذن دي واي باي دي إكس، وهذا اللي يساوي، ونشتق الطرف الآخر، الطرف الآخر صفر، ومشتقة العدد الثابت هو صفر. يبقى علينا فقط أن نرتب الحدود ونطلع عامل مشترك. راح نطلع عامل مشترك هذا دي واي باي دي إكس، دي واي باي دي إكس عامل مشترك، فيطلع عندي من هذا الحد راح يطلع عندي 2، وهذه إكس تربيع وهذه واي، وعندي هذا الحد أيضا بيه زائد 2 إكس، 2 إكس واي أس 3، وهي دي واي باي دي إكس، وهذا الحد أيضا آسف هاي دي إكس باي دي إكس هاي تروح، إذن هذا الحد ما بي، هذا الحد ما بي دي واي باي دي إكس، نأخذ هذا الحد وهذا الحد اللي بي فقط إكس عبر للجهة الثانية، إذن هنا أنا راح يصير ناقص وليس زائد، ناقص ساين واي، وهذا الحد عبر للجهة الأخرى فيصير عندي بالسالب يساوي سالب هاي دي اكس باي دي اكس تروح، وعندي 2 إكس واي أس 3 عبرت الجهة الأخرى فصار بالسالب. إذن هسه نجد دي واي باي دي اكس مثل ما نعرف يساوي هذا راح يصير بالمقام 2 إكس تربيع واي ناقص ساين واي، وهنا اكو سالب عندي، وهنا 2 إكس واي أس 3 وهو المطلوب. طبعا اكو هنا تربيع، هذا هنا مشتقينا، لاحظ مشتقينا هذه، ننزل الاكس ونشتق الواي، الواي أس 3 هذه، فمشتقة الواي أس 3 يصير 2 واي أس 2، هذه أس 2 شوية واضحة بالكتابة، وهذه أس 3، لذلك هنا راح تطلع عندي الواي هنا أيضا أس 2. وما ناسين شيء بعد، نعم هذه أيضا واي أس 2 تصحيح. طبعا بالنسبة للمبرهنة، المبرهنة شو تقول؟ المبرهنة تقول دي واي باي دي إكس، هاي المبرهنة اللي احنا تجاوزناها شوية، يساوي ناقص اف إكس على اف واي، طبعا بشرط أنه الاف واي لا تساوي صفر، وهنا الاف واي لا تساوي صفر. فإذا نريد نطبقها بصورة مباشرة نحط الناقص ونشتق هذه بالنسبة نشتقها بالنسبة للإكس، طبعا للدالة، هذه للدالة ناخذها كدالة ما لنا علاقة بالمعادلة. فإذا نشتق هذه بالنسبة للإكس راح يصير 3 إكس تربيع ثابت، الإكس الإكس ثابت، فهذا الإكس تربيع واي تربيع، زين هاي البسط على اف واي المقام، نجي نشتق بالنسبه للواي ايضا، اذا بالنسبه للواي هذه راح تصير ثابت فراح يصير اكس تربيع، ونشتق بالنسبه للواي راح يصير 3 واي تربيع، ومشتقه الكوساين هي ناقص ساين، ناقص ساين واي اللي هو نفس الناتج هنا، لاحظ قد اذا نريد نتحقق من الحد هذه حسب المبرهنه، هذا إذا نريد نتحقق من الحل حسب المبرهنة. وبقية التمارين ببساطة، تستخدم المبرهنة، تستخدم الطريقة الاعتيادية بدون يعني الاشتقاق الضمني تفكيرك. والتمارين 51 و52 هما نفس الطريقة مال التمارين اللي حليناهم اللي هما 56 والتمارين اللي قبله، فنفس الطريقة بالضبط، لكن هنا نضرب بعد أن نشتق نضرب في 2 ونطرح ونجمع والناتج يجب أن يكون صفر، ونعمل نفس الشيء. والسلام عليكم ورحمة الله.